Good morning, good afternoon, good evening, at any time. How are you today? حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي، يلا مع بعض النهاردة عندنا رحلة جميلة جدا جدا هنروح فيها إلى سهل حشيش. سهل حشيش ده موجود فين؟ هنعرف مع بعض. هنروح كمان رحلة سفاري مع بعض. فين يا مستر؟ هنعرف مع بعض دلوقتي. يلا يا بطل جهز شنطتك أو جهز كتابك ونبدأ مع بعض. Where do you live؟ أين تعيش؟ عنوان اليونت بتاعنا. مريم النهاردة عاملة لنا دعوة جميلة جدا وبتبدأ توصف فيها محافظتها الجميلة. بتقول لنا فيها إيه؟ هاي أي أم مريم. إزيك يا مريم؟ I live in a city called هرجادة. Called تسمى. أعيش في مدينة تسمى الغردقة. هرجادة 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 هرجادة. I live in a city called هرجادة. Hi, I am Maryam. Hi, I am Mr. Nasri. I live in a city called Cairo. لو أنا عايش في أسوان. Hi, I am Mr. Nasri. I live in a city called أسوان. أعيش في مدينة تسمى وأقول اسم المدينة بتاعتي. هاي اي ام مريم. نرجع لمريم الجميلة. I live in a city called هرجادة. It's in the east of Egypt. East يعني شرق. East of Egypt. الغردقة مدينة موجودة في شرق مصر. On the Red Sea. موجودة على البحر الأحمر. In ولا on؟ لا on the Red Sea. It's in the east of Egypt. On the Red Sea. It's a big city. إنها مدينة كبيرة. And about تقريبا 190,000 190,000 people live here. حوالي 190,000 شخص بيعيشوا في مدينة الغردقة. زي ما شايفين في الصورة الخريطة اللي قدامنا. هرجادة is in the east of Egypt. موجودة في شرق مصر. On the Red Sea. Hi, I am Maryam. I live in a city called Hergada. Called, تسمى. It's in the east, 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 يعني شرق of Egypt, on the Red Sea. It's a big city. It's a big city and about 190,000 people live here. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا نكمل مع بعض. مع مريم الجميلة. إن هرجادة بدأت بقى مريم توصف إيه اللي موجود في الغردقة. إن هرجادة there is a beach. Beach شاطئ. There is a beach. Beach beach. And there are lots of interesting things. Interesting ممتع وشيق. Interesting things to do. يوجد الكثير من الأشياء الشيقة لتفعلها. There is a beach زي ما شايفين في الصورة الجميلة. There is a beach. Yes, there is a beach. There is a beach. شاطئ. There are lots of things. There are lots of interesting things to do. أشياء شيقة جدا نفعلها. نرجع مع بعض مع مريم. كانت بتقول إيه؟ Hi, I am Maryam. I live in a city called هرجادة. لو جانا بتتكلم عن نفسها هتقول لي هاي اي ام جانا اي ليف ان ا سيتي كولد فيوم. الفيوم. وابدا بعد كده اوصف مدينه الفيوم فين واشوف كم نسمه موجوده في محافظه الفيوم. It's in the east of Egypt. ده محافظه الغردقه يا مستر. On the Red Sea. على ضفاف البحر الأحمر. It's a big city and about 190,000 people live here. There is a beach. There is a beach. يوجد شاطئ. And there are lots of interesting things to do. يوجد الكثير من الأشياء الشيقة لتفعلها. There is a beach. Interesting things.
There is the Sahara Desert, الصحراء الكبرى. Where, حيث. Where معناها حيث هنا. Where lots of tourists go on safaris. Go on safaris. Go on safaris. رحلات السفاري. الصحراء الكبرى كبيرة جدا. تستطيع أن تقوم برحلات السفاري. Go on safaris. Go on safaris. We also have سهل حشيش. سهل حشيش من الأماكن الجميلة جدا اللي موجودة في الغردقة. موجود فين بالظبط؟ In the south of Hurghada. In the south of Hurghada. في جنوب الغردقة. It has some beautiful houses. ياه لجمال وروعة المنازل اللي موجودة في سهل حشيش. زي ما شايفين في الصورة يا أبطال. Beautiful houses. ايه سهل حشيش ده؟ سهل حشيش It has beautiful houses. It has beautiful houses. عندك سؤال اكتبه في الشات يا بطل. It has beautiful houses. منازل جميلة. And interesting bazaars. Bazaar. Bazaar يعني محل تجاري اشتري منه تذكار للمكان زي ما شايفين في الصورة. Beautiful houses. Beautiful houses. Bazaars. Bazaars. محلات تجارية اشتري شيء علشان اتذكره. سهل حشيش موجود في جنوب الغردقة. تعال نقرأ مع بعض أهم الكلمات اللي موجودة في كتاب المعاصر. ده مكان اسمه سهل حشيش يا بطل، اسمه كده. ذا سهارا ديزرت. ذا سهارا ديزرت. سهل حشيش موجود في جنوب الغردقة. هرجادة. هرجادة. بازار. بازار. سفارز. سفارز. بولد خط عريض. بولد. فوتوز. فوتوز. تورست. وركر. وركر عامل. ورك يعمل. نير بالقرب من. ماب. ماب. دايجرام. دايجرام. every week. every week. check. 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 يفحص ويتحقق. fact. 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 drawings. drawings. كائن. كائن. fresh. fresh. photos. tourist. worker. near. map. diagram. every week. check. fact. drawings. جاية من كلمة draw يرسم. رسومات. drawings. kind. fresh. in the east of Egypt. in the east of Egypt. on the Red Sea. on the map. on the map على خريطة. go on safaris. on the Red Sea, on the map, go on safaris, ما ننساش on the corner, on the right, on the left. كلمات مهمة the Red Sea ازاي اكونها في جمل. نسمع مع بعض. أروى. Hurghada is on the Red Sea. الغردقة موجودة على البحر الأحمر. تفضل يا ليلى. بيتش انترستنج. There is a beach and interesting things to do. اكسلنت ليلى. اكسلنت اروى. جانا. Tourists can go on safaris. Excellent, Jenna. Ryan. Houses, bazaar. It has beautiful houses and interesting bazaars. سهل حشيش
has beautiful houses and interesting bazaars. Excellent. What about Lama supermarket? Lama? بنسمع مالك. نعم اقرا مالك. سوبر ماركت يس. منى وركس ات ذا سوبر ماركت. Yes, Mona works at the supermarket. Excellent. يا بطل. Checks. يفحص، يتحقق. Food. طعام. نسمع ريتاج. As she checks the food is fresh. Yes, checks. تتفحص، تتحقق إن الطعام طازج. نسمع مع بعض بسملة. helps find. He helps us when we can find something. Yes, she helps us. بتساعدنا. بتساعدنا في ايه؟ ان انا اجد الاشياء. She helps us when we can't find something. عندما لا نستطيع ان نجد شيء ما. Kind, happy. Kind, happy. نسمع عبد الرحمن. She is very kind and happy. هي طيبة جدا وكمان سعيدة. زي ما اتفقنا من شوية وقرينا قصة الغردقة، مدينتي، مريم الجميلة، صورة شخصية ليها، رسمنا خريطة كمان وجايبالنا صور. تعال نسمع مع بعض ريان. أول باراجراف، اتفضل يا ريان. Hi, I am Mariam. I live in a city called Hurghada. It's in the east of Egypt, on the Red Sea. It's a big city and about 1,090 people live here in Hurghada. There is beach and there are lots of interesting things to do. There is Sahara Desert, where lots of tourists go on safaris. We have Sahel Hashish in the south of Hurghada. It has some beautiful houses and interesting bazaars. Excellent. هو قرأ كله طبعا، متحمس، رائع جدا جدا يا ريان. سيتي الغردقة، where is it in the، نكمل ايه هنا، نقول ايه، نسمع مين، نسمع مين، نسمع مع بعض. أروى، where is the هرجادة. Excellent. East of Egypt. Excellent. How many people live there, Ritaj? How many people? 190,000. Again? 190,000. Yes, excellent. Thanks. In Hurghada beach, some beautiful what? Some beautiful. مين حابب يتجول؟ رفع ايده. مين؟ فين الباقي؟ beautiful ايه؟ موجودة في سهل حشيش. beautiful ايه؟ نسمع لما. لما beautiful ايه؟
Beautiful. Beautiful houses. Beautiful. سهل حشيش. ايه كمان ممكن نشوف؟ ايه كمان ممكن نشوفه هناك؟ نسمع اروى. يس. بازار. بازارز. بازارز كتير طبعا. نكمل الجدول الخاص بمدينة الغردقة. ده دورك بقى انك تعمل بروجكت. ممكن تجيب اي كرتونة كبيرة قوي قوي، تمام، زي النتيجة الموجودة عندنا في البيت مثلا، ونلزق صورتنا، وبعد كده صور اشخاص وصور المنزل بتاعنا ممكن، او صور اماكن مشهورة في المدينة. اتكلم على القاهرة، يبقى اجيب موقع القاهرة واتكلم واقول interesting facts، حقائق عن القاهرة، زي ايه مثلا؟ كايرو تاور، برج القاهرة، ايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. ممكن ارسم رسم بياني يوضح الكلام ده. الجزء الاخير من درس النهاردة بنتكلم على منى الجميلة وازاي بتساعد الناس باكتر من طريق. The people who helps us، الاشخاص الذين يساعدوننا. The supermarket worker، عامل السوبر ماركت. This is Mona. She works at the supermarket near my house. هي بتعمل في السوبر ماركت بالقرب من منزلي. My family and I see her every week. أسرتي وأنا نراها كل أسبوع. When we buy food، لما نشتري، وعندما نشتري الطعام. Mona checks، منى بتفحص. The food is fresh. The food is fresh. Mona checks. The food is fresh. She helps us. بتساعدنا كمان. When we can't find something. عندما لا نستطيع أن نجد شيء ما. هي بتساعدنا في الحصول عليه. She is very kind. طيبة جدا جدا. And happy. وكمان مبسوطة. يا أبطال. يا أبطال. This is Mona. Works at the supermarket near my house. My family and I see her every week when we buy food. Mona checks. The food is fresh. She helps us when we can't find something. She is very kind and happy. فاكرين ليه هنا بنضيف اس؟ حد فاكر؟ ايوه، عشان المفرد بيجي بعده اس. عشان المفرد بيجي بعده اس، وعشان في شيء المفرد بيجي بعده اس، عشان في شيء. شطار جدا يا ابطال. اذا كان الشي والهي والات، ضيف للفعل اس. اذا كان الفاعل مفرد، ضيف للفعل ايه؟ اس. منى مفرد. Yes, checks. She helps. She helps. She works. تعال نسأل مع بعض. The phrase fresh food معناها ايه؟ New food. Kind. Yes. يلا يا ريان. The underlined word kind. Kind معناها ايه؟ Strong. Nice. Nice. Nice طبعا بمعنى لطيف. Excellent يا أبطال. ده الهوم وورك بتاعنا، ده الواجب بتاعنا. اوكي، ما تنساش تعمل الواجب بطريقة صحيحة، تبعته لي على الواتس الخاص بيا. هنكتب اسمك في الشهادة. الفيديو القادم. مستر نصري loves you so much. Don't fear مستر نصري زير. Goodbye.